والله ما فيش في الدنيا احلى من منظر النيل ده. صح. بس هم الجماعه بتوع المراكب دول يوطوا المزيكا شويه قوي، ينسقوا مع بعض، يشغلوا حاجه واحده، المزيكا بتخش على بعض دوشه. بس امك وامي انسجموا مع بعض على طول. ايوه انا امي اصلا لذيذه يعني، بتفك بسرعه كده مع الناس ولذيذه كده. وانا امي كمان بصراحه لذيذه جدا، عسل يعني. لا بس يعني انا ماما بتفك يعني، فاهم؟ بص تاخد على ناس بسرعه ازاي. ورمي ايه يعني؟ ده رمي عسل بقولك. لا بس انا ماما والله بتفك بسرعه، شفت هي خدت عليها ازاي، فيها لذيذه كده و... اه طب انت روحي قولي لها انت الكلمتين. لا 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 والله قولي لها يعني. ليه ما تخافي ليه، انت جبانه ولا ايه؟ لا خالص، بس هي لذيذه يعني. لا لا هفهمك، بس هم قالت لي انه خالص يعني اول مره اجي المكان ده، بس يعني حلو. انتوا بتسيبونا بس وبتروحوا فين؟ واقفين بنحب في بعض على النيل، ما فيهاش حاجه يعني. على فكره النيل كان بيضحك لكم. ده بيضحك لك انت يا قمر. الحقيقه انا مش عارفه ايه اللي جابنا بس في المطعم ده، انا كان ممكن اعمل لكم احلى اكل 100 مره احلى من الاكل ده. يا حبيبتي هو انت غاويه تعب؟ انا قلت اريحك شويه، وبعدين شايفه المنظر حلو ازاي، او تغيير ومزيكا وحاجات. ايوه عندك حق، هو المنظر حلو وجميل جدا، وبرده كان ممكن اعمل لكم مقلوبه ما حصلتش يعني، حتى احلى من الحاجه مقلوبه حلوه يعني برده. وماله، المره الجايه ندوق المقلوبه بتاعتي ان شاء الله. ان شاء الله. بقول لك ايه، ده بقى في وصفات رايحه جايه، وبقى في علاقات استراتيجيه يعني الموضوع. هو انت لسه شفت حاجه؟ ده كانوا بيكلموا بعض من يومين، بتقول لها اعلمك طريقه اللصيمه. الايه؟ اللصيمه. هي ايه الصميمه دي؟ لا مش صميمه، عايز اسمها اللصيمه. يا اكله كده زوزو عرفت السر بتاعها هتبقى تحكي لك يعني. اوكي. بقول لك ايه، انا اللصيمه دي ما بحبهاش خالص. اولا انا بجد عشان ما يحصلش بس خلافات ولا بتاع. بما اننا متجمعين الجامعه الحلوه دي وبيننا المحبه، يا ريت نفرح القلبين الحلوين دول ونحدد ميعاد الفرح. ايه رايك يا حاجه؟ والله اللي تشوفه الدكتوره انا موافقه عليه. ده كلام مظبوط جدا يا زين. يلا بقى يا نور نفرح بيكم انتوا الاثنين ولا ايه؟ والله عندك حق يا بابا، انا موافقه جدا جدا، وعماد كمان معانا ولا ايه عمده؟ ما انا اصلا عارف نور هيقعد يقول لي بقى الشغل ومش الشغل، حبيبي الشغل ما بيخلصش، اتجوز حبيبي واشتغل، هي علقه هتاخدها مره واحده وخلاص. يا ولد انا مش مصدق التحالف اللي معمول ده كله. وانت ايه رايك انت يا دكتور؟ يعني والله انا معاهم في التحالف ده، وانا رئيس التحالف ده. طيب هي الحقيقه انا كنت عاملها لكم فجاه، بس واضح ان انتوا حرقتوها لي خلاص. انا هنزل الشغل اليومين الجايين دول وهقدم على اجازه، وبعد 3 شهور من النهارده هيكون ميعاد الفرح. بس احنا في النادي، انت من امتى بتعرفي زهراتي؟ عامل ايه يا وائل؟ ليك وحشه كبيره والله. يا انت اكتر يا عبد الحي، طمني عليك وعلى اللي عندك. كله تمام، كلها كام شهر وابقى نضيف. يا الايام جريت بسرعه. طب انت اجازتك جايه امتى؟ انا خلاص نازل كمان اسبوع، اجيلك ونروح على طول سوا. يا حبيبي هستناك، انا وعدت والدة بركات اننا نروح لها مع بعض. الله يرحمك يا بركه. ماشي انزل واكلمك. سلام. دي 101 طلعت كبيره جدا. انا نفسي اشرب كوبايه شاي. بيقولوا في كانتين كبير قوي، انا حد عارف هو فين؟ استنى نسال اي حد. يا دفعه، بقول لك يا دفعه. ايه؟ نسال على الكانتين الكبير. انتوا من الدفعه الجديده؟ ايوه. خدوا بالكم من بعض، الدنيا هتبقى عليكم صعبه في الاول، بس عمركم ما تنسوا ايام خدمتكم هنا. كانتين من هناك. يلا. شكرا دفعه. شكرا. عفوا. واللي اتفضل سيرته عجيب. 101 فيه اساطير. 101.